أسرار مخبينها، مرايات مليانة بحاجات بينا وبينها، أسرار مخبينها ونفسنا ما عندنا ومحدش ضامنها، أسرار مخبينها، مرايات مليانة بحاجات بينا وبينها، أسرار نفسنا ما عندنا وما حدش ضامن، ولكل واحد فينا كلمة سر بيداري بيها اللي ما حدش يعرفه، الماضي مهما يقولوا عدى مستمر، ما سابش حد فينا إلا على فكرة أنا كتفي لسه بيوجعني. مش قلت لك أنت لازم تروح لدكتور وتحكي له على الجنان اللي أنت عملته، فاهم؟ حاضر، ثانية واحدة بس. ألو، أيوه، إيه؟ لا 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 لا، قول له يستنى، أوعى يمشي أنا جاي له على طول. يلا سلام. مين ده اللي أوعى يمشي جاي له على طول؟ راجل بيشتغل معايا وأنا مش عايز أزعله. ما يزعل ولا يتفلق، صحتك أهم على فكرة. بصي أنا هوصلك وبعدين أروح مشواري. اتفضلي. رجلي على رجلك، أنا اللي هوصلها. ما ينفعش، ده شغل. براحتك. لا تزعليش بقى. جي 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 جي. Thank you.
طيب انا مش هتاخر ها؟ وانا هلف اجيب شويه حاجات للشغل كده. لسه مصممه برضو؟ يلا باي باي. انت بقى مش عايزه اعطلك عشان ميعاد المهم. اتفضلي. باي باي. باي باي. بشويش. حاضر. الحمد لله على السلامة يا باشا. الله يسلمك. الراجل جوه؟ استني من بدري يا ريس. الحمد لله على السلامة يا عم، ما انت زي الفل اهو. الله يسلمك يا باشا، اتفضل. شكرا. ها عرفت مين اللي بيبعت الرسائل؟ طبعا. انت مش واثق فيا ولا ايه؟ دي شغلتي. يعني عرفت اسمه؟ اسمه وعنوانه كمان. هو مين؟ هنقدر نجيبه ازاي؟ انا مش حابب اخلي الموضوع رسمي عشان الحكايه ما تكبرش، بس سهل قوي نوصل له. مين اسماعيل الدوكش ده؟ يعرفني منين عشان يبعت لي الرسائل زي دي؟ ده اللي باع الخط اللي بيبعت لك. منه هنعرف هو باعه لمين. سلام عليكم يا شباب. اهلا يا بابا. اهلا بيك يا حبيبي. ازيك؟ ازيك انت يا حبيبي؟ وحشني. ألفة الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. أمال ماما فين؟ مامتك مستنيانا على نار عشان نعدي على رحمة، جايبة لها حاجات قد كده. طب وليه تتعبوا نفسكوا بس كده؟ ما تقلقش يا حبيبي، أنا اللي دفعت. ربنا يخليكوا ليا. ما عرفتنيش بالأستاذ. ده مكرم صاحبي. صاحبك؟ أهلا أهلا. أهلا يا صاحبي. أهلا بيك يا فندم. ما تقابلناش قبل كده. أهلا وسهلا. طب استأذن انا وابقى اكلمك تاني. لا تستأذن ايه، احنا لازم نروح مشوار. مشوار ايه يا ابني؟ بقول لك ماما مستنيانا، انت عايز تنكد عليا ولا ايه؟ عموما المشوار ده محتاج ترتيبات، اخلصها وابلغك بالتليفون. طب ما تاخرش عليا. هكلمك الليله دي على اذنك. اتفضل. السلام عليكم. اتفضل. اتفضل يا ابني. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل. اول ما توصل لحاجه لازم تتصل بيا. حاضر. انت متأكد يا ابني ان الراجل ده صاحبك؟ طبعا يا بابا، انت شغل نفسك بيه ليه بس؟ اصله شكله مش لايق عليك، عامل كده زي المخبرين اللي بيطلعوا في السينما. ايه ادم مالك؟ شايل هم الدنيا على كتافك ليه يا ابني؟ ابدا يا بابا مفيش حاجة، تعبان شوية من بعد الحادثة. حادثة؟ حادثة ايه؟ هاي. ما دخلتيش من باب الجنينه ليه؟ لقيته مقفول. ايه انت فين مختفيه يعني؟ ولا بتسالي ولا بتتكلمي ولا؟ معلش مشغوله شويه. عندك معرض جديد ولا ايه؟ يعني شغل خاص مطلوب مني. ما هو واضح. اختفيتي فين يوم الحادثه؟ حادثه ايه؟ انا كنت شايفاكي وانت بتقربي مني انا والشريف، بس احنا بقى اتلخمنا في حادثه ادم. ايوه فعلا ممكن اكون يعني صار. انت خايفه على شريف مني؟ انت باين عليك اتجننت ومحتاج تروح مصحه تتعالج فيها. يا بابا اهدى بس، بلاش انفعال. اهدى ازاي وانا سامعك بتقول الكلام الفارغ ده؟ في حد عاقل في الدنيا يعمل اللي انت عملته ده؟ ومع مين؟ مع رحمة؟ غصب عني يا بابا، انت ما تعرفش اللي بوصل لي ايه. انت ضعيف و
ولقمه سهله بق الشيطان اللي خلاك تصدق الهبل ده. طب يعني الرسائل دي ليه؟ ومين اللي هيستفيد من وراها؟ واحده من القناديش اللي كنت تعرفهم قبل كده، عارفه ماضيك وعارفه البلاوي اللي انت عملتها، واسهل حاجه تخليك تشك في مراتك. مراتك بنت الناس اللي ربنا بعتها لك عشان تنظفك من القرف اللي كنت فيه. يا بابا وطي صوتك شويه، احنا في الشغل. وطي ايه وعلي ايه يا اخي؟ بقول لك ايه، انا ماشي، هروح اخد مامتك ونروح لرحمه، وما تجيش معايا، ماليش نفس اركب معاك. سلام عليكم. جرالك يا رحمة، انت النهارده بتقولي كلام غريب قوي، وانا مالي ومال شريف؟ انت عارفه اكتر حاجه محيراني ايه؟ بتخبي عليا انا ليه؟ واحنا المفروض اقرب اتنين لبعض. يا بنتي اخبي عليكي ايه بس؟ شريف راجل متجوز وانت عارفه ده كويس، وعارفه كمان انه سماح مراته وصاحبتي. تقصدي ايه؟ ولا حاجه. سهر اوعي تزعلي مني، يمكن اكون فهمت غلط او صح، في الحالتين دي حريتك الشخصية. مش زعلانة يا رحمة. طب ايه، مش هتلبسي بقى ولا غيرتي رأيك؟ مش هتيجي معايا؟ لا هغير رأيي ليه؟ يلا خمس دقايق بس. يلا مستنياكي. للأسف يا فندم في حجوزات كتير اتلغت الفترة اللي فاتت بسبب الأحداث الأخيرة اللي حصل، بس أنا بعمل بعض المحاولات مع الشركات التانية، بس هم طلبوا إنهم. والله فهمت، أنا تعبت بقى، كفاية القرف الواحد بيشوفه كل يوم ده. أنا آسفة حضرتك، بس حضرتك اللي طلبت مني. خلاص يا ستي أنا آسف، أنا آسف إن أنا طلبت منك حاجة، اتفضلي. بعد إذن حضرتك. ما تخليش حد يكلمني، مش عايز حد يخش عليا خالص. حاضر، بس مندوب الشركة الإيطالية عايز. قلت مش عايز حد يكلمني ولا حد يخش عليا، فهمتي ولا لأ؟ اتفضلي. قلت مش عايز حد يخش عليا، انتوا ما تفهموش. ايه يا حبيبي في ايه؟ صوتك عالي قوي، ايه العصبيه دي كلها؟ ايه الزياره المفاجئه دي؟ عادي، كنت بشتري شويه حاجات ولقيت نفسي قريبه، قلت اجي اطمن عليك. والله ده على اساس اني عبيط؟ ها، ايه حركات البيئه دي؟ بيئه يعني ايه؟ انت فاهمه قصدي كويس، انا ما بحبش حركات المخبرين دي. اديكي شايفه الشغل زي الزفت، هو مش تبقي انت كمان فوق البيع؟ وانا عشان جايه اطمن عليك ابقى فوق البيع؟ طب يا ستي انا زي الفل، مفيش حاجه. اطمنتي؟ في اي حاجه تانية؟ لا مفيش، براحتك. عن اذنك يا شريف. على فكره يا شريف، الشغل الفتره اللي فاتت كان اوحش من كده بكتير قوي، بس انت عمرك ما عملتني بالطريقه دي. بس انت ايه اللي خلاكي تقولي ان في حاجه بيني وبين شريف؟ احنا مش اتفقنا بقى ما نجيبش السيره دي؟ انا بس عايزه افهم، في حد قال لك حاجه ولا انت شفتي حاجه؟ لا حد قال لي ولا سمعت ولا شفت، تقدري تقولي بخمن كده. ها هتشربي ايه؟ اي حاجه، اطلبي اللي انت. بيعملوا الكابوتشينو هنا حلو قوي. هو احنا بقالنا قد ايه اصحاب يا رحمة؟ ايه السؤال الغريب ده؟ تقريبا 3 سنين، من ساعة ما رجعتي من السفر وانتي متطلقة تقريبا. يعني مش غريبة ان انا معرفش عنك اي حاجة؟ ده انا حتى معرفش انتي اتطلقتي ليه. ما انا قلتلك يا سهر. قلتلي؟ اه، يوم عيد ميلادك لما قعدنا نحكي سوا، لما كنت سكرانة طينا. مش ذنبي بقى. بقولك ايه، في عصاير فريش حلوة قوي هنا، هاخد ده شكله حلو. خمبواز؟ طيب هاخد زيك انا كمان. عايزه تعرفي انا كنت بعمل ايه في مكان الحادثه؟ لو عايزه تقولي هقولك، بس بشرط. شرط ايه؟ قولي لي جوزك كمان كان بيعمل ايه في مكان الحادثه ومعاه مسدس وعينه كلها شر، لو سمحت.
عايزين نعمل اوردر. دو فرامبواز، اثنين فرامبواز من فضلك. بقولك ايه يا برنس؟ قوم اسماعيل، الدوتش بتاع المحموله بقيه فين؟ والله ما اعرف يا ابني. انا عارف انه بيقعد هنا يا باشا. ايوه بيقعد هنا بس مش من بدري. طب ما تعرفش راح فين؟ لا والله باشا معيش خطه حياته صراحه. رد عدل يالا. يا باشا ما انت بتعصب ليه بس؟ انا هعرف منين يا باشا راح فين ولا جه منين؟ الزبائن بتقعد وترجع. يعني ممكن يرجع تاني؟ جايز يرجع يا باشا. معلش يا باشا انا همشي عشان انت معطلني على اكل عيشي المام. مؤاخذه يا باشا. وايه العمل ده؟ حلاقي ام وهي كيمياء. اتفضل يا باشا. ده اللي كنت خايفه منه يا هارون، شكل ادم مش هيعمر مع رحمه. أنا اديته كلمتين في جنابه، إياك على الله بس يفوقوه. البنت دي خسارة يضيعها من إيديه، دي زي الفل. أنا بصراحة مش عارف إزاي سامحته بعد الكلام السخيف اللي قاله. أنا خايفة عليهم أوي، ربنا يهدي سرهم. يا حبيبتي بموت في حنية قلبك. هو في زي حنية قلبك يا هارون. يا حبيبتي أنت ليكي في قلبي حب يكفي عمر تاني. كيف انك استحملتيني طول عمرك وانا مشغول بين المستشفى والعياده والعيانين؟ ان الاوان بقى، ده احنا اتفرغنا وجددت لي شهر العسل، بس مش خايف اخد على كده؟ اعتبريني فانوس سحري، احلمي وانا احقق. مش هقدر على كلامك ده يا هارون. كل الكلام اللي في الدنيا مش قد الكلام اللي تستاهليه يا حبيبتي. انا بقى عملت لك كوكتيل فواكه، بعد ما تشربيه بالهنا والشفا تلاقي كده وشك نور اكتر ونفسك اتفتحت. تسلم لي ايديك يا هارون. بالهنا والشفا يا حبيبتي. ودي بقى الاغنيه اللي بتحبيها. انا الاغنيه دي بحبها عشان دي اغنيه اول لقى لينا. وانا حاسس كاننا في اول لقى بينا. فين ابنك يجي يتعلم ويسمع؟ مفيش منه فايده. ده لو عاش عمر تاني قد عمره برضه مش هيتعلم. احنا وبلا فخر اخر الرجال العاشقين. الو مين؟ ادم بيه. انت مين؟ انا اللي انت بتدور عليه. لو عايز تقابلني تيجي لوحدك من غير صحابنا البعد. اقابلك فين وامتى؟ شيري انت صحيت؟ ايوه يا حبيبتي. مظبوط. انت ايه اللي مصحيكي بدري قوي كده؟ ما انت عارف ان النهارده اول يوم شغل ليا. ايوه بس انت مصممه عليه كده ليه؟ انا حاسه اني هرتاح لو عملت كده.
انت مش محتاجه الكلام ده، وانا ممكن اعمل. انت حبيبي وانت فاهمني كويس وعارف الحكايه دي هتفرق معايا قوي، وبعدين انت مشغول على طول، انا هقعد اعمل ايه لوحدي يعني؟ وبعدين مش كنا اتفقنا انت هترجع كلامك ولا ايه؟ اعملي اللي انت عايزاه. طب هتكمل نوم ولا تنزل نفطر سوا؟ لا هاخد دش لغايه ما تجهزي. انت ناوي تمشي ناسك ورايا التاني ولا ايه؟ هتخلي قلبك ابيض بقى. هنا والشفا يا استاذ ادم، تؤمر بحاجه؟ اعملي لي قهوه دوبل كمان من فضلك. حاضر. مدرستك على حالها فيها حاجة بريئة لسه، أجمل ذكرى تفوت قدامك أحلى حاجات متحاسة. أيام مدرستك على حالها فيها حاجة بريئة لسه، أجمل ذكرى تفوت قدامك أحلى حاجات متحاسة. حش ودور رايحين على الحس
حالها فيها حاجة بريئة لسه أجمل ذكرى تفوت قدامك أحلى حاجات متحاسة حوش ودور وجهز واتنين هريحين على الحس نورتي المدرسة يا مدام رحمة ميرسي بوكو اتفضلي شكرا طبعا انت في غنى عن تعليمات المدرسة وقواعدها اكيد لانك كنت في يوم من الايام بنت من بناتها بس اللي احب اقوله لك ان القوانين والقواعد دي يمكن ما بتتغيرش انما اللي بتغير هم البنات نفسهم لاني طبعا زي ما انت عارفة كل جيل ليه خصوصيته وطريقة التعامل معه اكيد انا فاهمة ده كويس يا فندم مرة تانية برحب بيكي واتمنى لك التوفيق. ميرسي بوكو. بون شانس. ميرسي. مع السلامة. انت بقى اسماعيل الدبش شحم ولحم عرفت تجيب نمرتي ازاي ايه يا باشا اسماعيل الدبش مفيش نمره بتخفى عليه مشيت وراك انت والباشا اللي كان معاك ده وعرفت سكتك وباتصالات جبت رقمك طب ولما مشيت ورايا هربت مني ليه اصل انت باشا جايب شمه مباحث وانا بصراحه ماليش تقل عليهم بيعملوا لي حموه على صدري عشان كده وانت خلي الكلام ما بيننا اسلا طيب هو سؤال واحد وترد عليه بصراحة سؤال يا باشا انت اللي بعت لي الرسائل رسائل ايه لمؤاخذة انت تعرف الرقم ده والله يا باشا الارقام كتير وانا مخي مش دفتر ايوه بس اللي انا اعرفه انك انت اللي بعت الرقم ده جايز بعته لمين طب يا باشا مش نعرف المصلحه الاول ايه هتاخد اللي انت عايزه كده نشغل الدماغ ونفتح التاب تاب يا باشا مالك اصل يا باشا الخطوط دي مشاكلها كتير عشان كده نعمل لها فولدر هنا على التاب الاسم بالرقم برقم البطاقة يعني لو خدت الرقم هتعرف تطلع اسمه صاحبه؟ طب يا باشا مش نستفتح عشان التاب يفتح ونشوف وهدي لك غيرهم كمان بس قول كده بقى نفتح التاب ونعمل سيرش Bonjour. Bonjour. Je m'appelle Rahma. اسمك ايه؟ سلمى. تعرفيني يا سلمى؟ حضرتك لسه معرفونا بنفسك من شوية. أمال واخدة موقف مني ليه من أولها كده؟ أنا مش باخد مواقف من حد
اللي حصل النهارده دي بدايه مش مبشره خالص. انا مش فاهمه حضرتك تقصدي ايه. اللي حصل قدام المدرسه واللي حصل في الفصل. قدام المدرسه ده ما كانش مقصود بيه حاجه اصلا، وفي الفصل كنت ساكته وقاعده في حالي. انتوا كلكم بنات كويسين، وانا مش عايزه احرج اي واحده فيكم. يا ريت تساعدوني على كده. اوكي، في حاجه تانيه؟ انا حابه نبقى اصحاب، بس واضح انك انت مش حابه، وانا مش فاهمه ليه. داكو. طب يا سن، مش عايزه اخرك، بس لسه في بينا كلام. معلش يا رحمه اني عديت عليكي في الشغل، يعني كان لازم الحقك قبل ما تروحي. في يا سماح، انت زعلانه مع شريف ولا ايه؟ ممكن نقعد في اي حته شويه. نقعد بس عايز افهم. لما نقعد هفهمك يا رحمه. ماشي. سهر باشا ان الطرق بطيء شويه. اه باشا لقيته كله موجود يا باشا. انا ارشيف. باسم مين؟ دي بطاقة واحدة ست. اسمها ايه؟ ساكنة في شارع 256. يا عم خلص، اسمها ايه؟ ايوه جالك في الكلام اهو. اسمها سماح احمد الليسي. سماح مرات شريف. My